أيضا ما زلنا في الحديث عن هذه القمة الثلاثية. للمزيد ينضم إلينا الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام. سيد أشرف، أهلا بك معنا إلى هذه الساعة الإخبارية. لو تطلعنا عن البيان الختامي لهذه القمة، أو أهم ما جاء في البيان الختامي، أيضا إلى أي مدى يمكن أن نعول من خلال هذه القمة برعاية مصرية بالتأكيد على عودة فلسطين، عودتها للمشهد السلمي، أو حصولها على السلم والأمان مرة أخرى؟ تفضل. يعني أولا بالتأكيد هذه القمة والقمم الممثل وخاصة القمم الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين تؤكد دائما على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. تكون دائما بمثابة رسائل متكررة ووضع للشعب الفلسطيني أن التضامن العربي قائم ومستمر ولن يفقد، ومهما كانت انشغالات قادة العرب والعالم العربي وكل الشعب الفلسطيني. خاصة ونحن مقبلون على شهر سبتمبر، وفي شهر سبتمبر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دائما ما يتم فيها بحث مستجدات القضية الفلسطينية، ويذهب إليها زعماء العالم وفي مقدمتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ليعرض المستجدات ويعرض طلبات بلاده، وتكون فرصة لكي يعني يعلم العالم مدى معاناة الشعب الفلسطيني. وفي الحقيقة أنه هذه القمة تأتي أيضا في وقت صعب جدا، الولايات المتحدة تضغط على دول عربية أخرى لكي تقوم بالتطبيع مع إسرائيل. في نفس التوقيت هناك ضغوط غير مسبوقة من اليمين الإسرائيلي المتشدد على الشعب الفلسطيني، محاولات لإسقاط السلطة الوطنية الفلسطينية، محاولات لقتل كافة الحلول وخاصة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. مصر تجدد العهد والوعد دائما بأنها تقف مع الشعب الفلسطيني وستقف معه دائما حتى يحصل على حقوق مشروعة، وكذلك الأردن. علاوة على أن الدول الثلاث تنسق من أجل أن يكون هناك يعني مزيد من المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني الذي يعاني أبشع أنواع الحصار. الدول الثلاثة دائما يعني تدفع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية للسير قدما. والحقيقة أنه على مدى السنوات القليلة الماضية منذ انطلقت آلية القمة الثلاثية حققت الدبلوماسية الفلسطينية انتصارات كبيرة في الحصول على وضع دولة غير عدو في الأمم المتحدة، انضمت إلى العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، اعترفت المزيد من الدول بالحقوق المشروعة، وآخرها أستراليا أمس التي اعتبرت أن إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية. إذن هذه القمة تأتي في وقت هام جدا وضروري لدعم الشعب الفلسطيني والتأكيد على مرجعية القرارات الدولية للحل ودعوة العالم لتنفيذ القرارات التي صدرت سواء عن جمعية عامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو المنظمات الإقليمية وغيرها. سيد أشرف، لو تحدثنا بشكل أكثر خصوصية عن الجهود المصرية كما تحدثت على المستوى الإنساني أيضا، الدولة المصرية متمثلة طبعا في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما كانت هذه القضية على رأس أولوياته، وربما كما كنا نتحدث مع سيادتك هذه القمة ليست الأولى من نوعها. إذن بشكل أكثر تحديدا حدثنا عن الجهود المصرية على المستوى الإنساني على التحديد. يعني عندما نتحدث عن الجهود المصرية على المستوى الإنساني يجب أن نتذكر أنه بعد العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو 2021 مصر الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بعمليات إعادة إعمار، ومصر خصصت نصف مليار دولار من يعني مالها
من ميزانيتها لأعمار غزة، ونفذت مشروعات كبيرة في غزة انتهت تقريبا منها 3 مناطق سكنية في شمال ووسط غزة، ويعني إنشاء طرق جديدة وإنشاء كباري، كل هذا تم بأموال مصرية. نعم. مصر أيضا يعني تفتح معبر رفح بشكل دائم، صحيح، ليس فقط لعبور المواطنين الفلسطينيين وأيضا لعبور المواد والسلع التي تحتاجها غزة. مصر تنسق مع السلطة الفلسطينية على المستوى التجاري والاقتصادي بشكل كبير جدا، توفر الكثير من احتياجات السلطة الفلسطينية، ويعني دائما تستجيب لطلبات السلطة الفلسطينية سواء فيما يخص الضفة أو غزة. هناك منح تعليمية للطلاب الفلسطينيين في مصر، هناك بعثات طبية مصرية تذهب إلى غزة وغيرها، وهناك يعني علاج مجاني أو مخفض للإخوة الفلسطينيين في معظم المستشفيات المصرية. نعم، إذا تحدثنا عن البيان الختامي لهذه القمة سيد أشرف، وعن البيان الختامي للقمة التي حدثت قبل ذلك لنفس القمة الثلاثية بين الأردن فلسطين ومصر، ما الجديد في هذه القمة في بيانها الختامي؟ قلنا نعم التوقيت. نعم. توقيت أن هذه القمة تأتي في وقت سيء جدا بالنسبة للفلسطينيين. حكومة نتنياهو الحالية التي تضم إيتمار بن غفير وزيرا للأمن القومي، وبتسل بيل سموتريتش وزيرا للمالية، التي تضغط على الفلسطينيين بكل الطرق، التي تقتحم مدن الضفة بشكل دائم، التي تمنع عن الفلسطينيين أموالهم، أموال الضرائب والجمارك التي تكفيها في المواني والمطارات. كل هذا يعني وضع الفلسطينيين في وضع صعب. تأتي الآن التأكيد على حق الفلسطينيين في أن يحصلوا على أموالهم وعلى كافة حقوق، وأيضا كما قلت والاجتماعات العربية، وعلى أن العالم العربي وسيبقى الشعب الفلسطيني، وأنه كل ما يتردد عن تلاشي الدعم العربي للشعب الفلسطيني خاصة على المستوى السياسي هذه الحقيقي والغير الفلسطيني. وبالتالي فهذه هي أهمية القمة، أهميتها جاءت الوقت تاج الفلسطينيين إلى دعم كل وبأي طريقة كان. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، كنت معنا لتحليل هذه القمة المصرية الأردنية الفلسطينية برعاية مصرية، شكرا جزيلا لك.